استأنف مؤتمر الحوار الوطني أعمال جلسته الختامية التي كرست لقراءة التقارير المرفوعة من فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإبداء الملاحظات أو التوصيات النهائية لاعتماد مخرجات الحوار الوطني في ظل غياب البعض من مكون الحراك. جلسة تعد الثانية من الجلسات الختامية الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، استعرض فيها أول تقارير فرق المؤتمر التسع، حيث استهلت الجلسة باستعراض تقرير فريق استقلال الهيئات الذي تطرق إلى أبرز العوائق أمام المواطن أثناء تعامله مع الهيئات الحكومية، مطالبا برفع يد الدولة عن كل الأجهزة الخدمية ذات النفع المباشر للمواطنين وإلى تنظيم عمل الأحزاب السياسية. استقلالية الهيئات دعا بشكل عام عدم وضع يد الحكومة في مواضيع الأجهزة الرقابية، في مواضيع الجهات التي نريد أن تكون مستقلة عن الضغط من الحكومة لتخدم الشعب كالخدمة المدنية والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد والأوقاف مجمل من القضايا ودار الإفتاء. هذه كل القضايا طبعا نريد لها الحيادية أن تستمر في العمل بدون أي إملاءات من أي جهة. الفريق تطرق إلى ما أسماها بمعضلة تواجه اليمن واليمنيين اقتصاديا واجتماعيا، وهي تعاطي القات، كما تضمن التقرير دعوة الحكومة إلى إيجاد فرص عمل لكل من سيفقدون لقمة عيش أسرهم فيما لو طبق الأمر. ضمن ما أوصينا به طبعا في التوصيات أنه يفترض أن الدولة تعيد النظر في حكاية العمالة والبطالة وضرورة توفير يعني العمل لكل من يستطيع أن يعمل، لكل من يستطيع أن يعمل، منهم حتى بعيلقات إذا كانوا إن شاء الله يعني الذي تنطبق عليه شروط أو لديهم مؤهلات أو إمكانيات أو خبرات في أي مجال إن شاء الله في المجال الزراعي، لا يمنع من أن الدولة تساعده وتعينه على أن يجد فرصة عمل بحيث يستطيع أيضا أن يعول أسرته ويستطيع أن يكون بكفايته اقتصاديا. رئاسة مؤتمر الحوار دعت بقية الفرق إلى سرعة إنجاز تقاريرها النهائية وعرضها على الجلسة الختامية، مطالبة الجميع بإبراز روح التوافق في المخرجات والابتعاد عن ما أسمتها بالقضايا المبالغ فيها. الآن أعتقد أن موضوع العدل السياسي ضخم كثيرا، قرأ تضخيمه، هناك قرار رفع من فريق اللي هو فريق الحكم الرشيد وفي خلاف حوله، الخلاف حول هذا الموضوع يجب أن يضبط من خلال وقوف لجنة التوفيق أمام طبيعة الخلاف. إحنا كنا نتمنى أن المؤتمر الشعبي العام أو هذا المكون مكون المؤتمر يكون حاضر ليطرح وجهة نظره داخل الحوار وليس خارج الحوار. لجنة التوفيق موجود فيها كافة الأطراف، إذا وجد هذا الخلاف علينا أن نحسمه وفقا للنظام الداخلي. مندوب الأمين العام للأمم المتحدة أكد لوسائل الإعلام ضرورة إنجاح المرحلة الراهنة والابتعاد عما قد يعكر أجواء الحوار، داعيا الفرق التي لم تستكمل أعمالها إلى الإسراع في إنجاز تقاريرها. نحن نحث جميع الأطراف على التعاون من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني. هذا مؤتمر حوار، معناه يجب القبول بالرأي والرأي الآخر، أي خلافات يجب نقاشها وحلها في المؤتمر، ولهذا نحث جميع الأطراف على التعاون. ليس هناك أي طريقة لحل المشاكل إلا عن طريق الحوار. ما لوحظ ويجب التنبيه إليه هو عدم الاهتمام من قبل البعض أثناء الاستماع إلى تقارير الفرق، غير آبهين بأهمية المرحلة الراهنة وإخراج البلاد من أزمته إلى بر الأمان، ومدى الجدية وصدق النوايا والابتعاد عن صغائر الأمور. لم يتبقى أمام من يحاولون عرقلة التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني سوى الإيمان العميق والراسخ بأن إرادة الشعب حتما ستنتصر على كل الإرادات الحزبية والجماعية، وأنه لا خيار أمامهم سوى تلبية طموحات أبناء اليمن كافة. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.